شو ما حدا بده ياكل؟ سبقوك من زمان. وانتي؟ انا عم باكل معك. ساخر في اسالك سؤال؟ خير. انت ايدي لك هون عم تسمع صوتي، مانك محمس هيك بس تفتح ان شاء الله انه تشوفني؟ يعني انت كيف بتخيلني هلا؟ يعني ما انا بعرفك، ما في داعي اتخيلك تخيل. لا بتعرفني انا وصغيره، عم بحكي هلا. ايه هدى، ليكي انا الشكل اخر همي، في اشياء كتير عندي اهم من الشكل. بس انا لو ماني شايفك بس بعرف اكيد كتير منيح انه انتي احلى واطيب قلب. عن جد سخر؟ ولو هدى، ما انتي وقفتي معي باصعب وقت بقطع عليه بحياتي. بس انا مشكلتي صعبة كتير، يعني لا انتي ولا حدا يمكن بكل الكرة الارضية ممكن يحل لي اياها. هذا الموضوع بتشيليه من راسك من اساسه، واللي مشخره لو حس بيي كان عمل قصه. ليه انا بشو غلطت؟ شو غلطتي؟ غلطتي انك حطيتي حالك مطرح مش الك، غلطتي انك سقتي بالقصه من راسك من دون ما تفكري ولو خمس دقايق. معك حق. ليك يا بنتي، هودي جماعه ضيوف عنا ونحن عم نقوم بواجبهم لأنه دينه برقبتنا كبير، مجرد ما الله يسر لهم طريقهم كل شيء رح يرجع لمطرحه، يعني مثل ما فاتوا مثل ما طلعوا. الله يحفظك يا الله. والله يا ابني ما عم بفهم عليك، جاي من بكرة الصبح تقولي هالحاكي؟ أنا بدي ترتاحي وتحط إيديك بمي باردة طالما أنا عايش، يعني ما بدي تهكلي هم شيء أو تعوزي حدا بهالدنيا. البركة فيك يا ابني، بس شو لزوم هالحاكي هلأ؟ صاير شيء وأني ما بعرفه؟ لا ما يروح فكرك لبعيد، بس أنا يعني بصراحة ومن الأخير، ايه أنا حابب أكون واحد من هالبيت. ايه وشو يعني؟ كفي؟ ليه سكت؟ وكيف بدك ياني كفي وأنت عم تحكي معي هيك؟ سامي قول شو عندك؟ مرت عمي، أنا جاي أطلب إيد ريما عسنة الله ورسوله. شوف يا ابني، أنا سمعتك للآخر وإنت بدك تسمعني. الكلام اللي قلته أنا ما تفاجأت فيه، من أول لحظة فت فيها على هالبيت وأنا متوقع هالشي. الله يسامحك يا مرت عمي، برحمة بي كل شيء عملته معكن عملته من قلبي، ولو ما نحن أهل وليت ضايعة وحدي. وليش هلأ؟ وين كنت كل هالسنين؟
هلا شاهين الله يرحمه وويش بيوقف حدكم لحد ما الله يفرجع عمي غازي ويفك أسره. بعدين لا حاسس حالي قاعد بتحقيق كأنه عامل شي عاملة. مش القصد يا ابني، انت مش شايف انه الحكي بهالموضوع مش مناسب هلا؟ بعدين انت قلتها من تمك، تراب شاهين لسه ما نشف. كرمال هيك انا بدي بس موافقه مبدئيه، كرمال فوتي وطلعتي لعندكن على البيت. واذا ما وافقني منبطل نشوفك؟ لا اله الا الله. مرت عمي انت امري وانا من ايدك هاي لايدك هاي. انا مش موافقه. ريما فوتي على اوضتي. كيف يعني؟ ما في اقول ايه او لا؟ قلت لك فوتي على اوضتك. اسمع يا ابني هالكلمتين، بدك تتجوز هيدا حقك، بس نحن في غصه بقلبني وهمني كتير كبير، والحزن معشش بكل هالحيطان، والفرح رح يضل ناطر قديم باب البيت. طيب خليني افتح الباب، جربيني. بدك تتجوز ريما بدك تجيب مهري. شو هو؟ قلب ولادي الشمي. يعني فعلا انا مستغرب كيف ما فكرنا من قبل بهالنقله. شو اللي ما قعدنا هون كل هالفتره؟ شوفي هيدي فيلا ثلاث طوابق، هيدي طابقين، كل هدول بكومباوند، سيكيورتي وكل شيء بيخطر لك، جيم بسين كله برايفت. شوفي الفيو، بعرف هون قريب على شغلك، بس قد ايه فكرك المسافه؟ اذا دورتي سيارتك ب 20 دقيقه بتصيري بنص بيروت. شو رايك؟ حلو، بس انا كنت عم فكر. ما تقولي شيء، قومي البسي خلينا نطلع نشوفهم على الارض. ثروت انا غيرت رايي. حابة ابقى بهيدا البيت. انا ما بقى فهمان عليك، مش كنا حكينا واتفقنا؟ مزبوط، بس قلت لك ماني جاهزة. ليش انت شو رح تعملي؟ نطلع من نقي الفيلا اللي على ذوقك، نستلمها وكل اغراضك اللي هون رح تلاقيهم ناطرينك هونيك. يعني انت ما رح تتعذبي بشي؟ بعرف مش كرمال هيك عم بحكي. يا نور أنا عم بعمل المستحيل لحتى أرضيكي. ليش ما عم تخليني؟ شو صاير؟ شو اللي تغير؟ ما صاير شي، هيك قصص بدها رواق وأنا راسي مشوش. شفتي كيف؟ في شي قلقك وموترك ومخليكي مش على طبيعتك. بشو عم تفكري؟ خبريني، قوليلي، بلكي بساعدك. إذا عن جد بدك تساعدني اتركني على راحتي. اتركيك. برتك خلصوا لك ابني، شو باكرك بكل هم؟ انت ما خصك، بكره بيرجع بيك هو وجبل وبيقعدوا بيتفاهموا، اكيد حيلاقوا حل. قصيدي زمن اللي عملها واحد من جوا، في ايد طايله بالهيبه وعم يحركوها مثل ما بدهم. كيف كيف؟ جبل له غرايم لازم اعرفه. لوين رايح؟ لك علي، علي يدلي انا جد الصبي. معلم جبل
ما حدا فيكم يتحرك، دارك محاصر كل الحي وعارف انكم جوا. جبل شيخ الجبل، سلم نفسك، ما في داعي للمواجهه، المكان محاصر بالكامل، بنصحك سلم نفسك. جبل شيخ الجبل، سلم نفسك. جبل شيخ الجبل، سلم نفسك، ما في داعي للمواجهه، المكان محاصر بالكامل، واي حركه رح تقوم فيها رح تعرض حياتك وحياه يلي معك للخطر، بنصحك سلم نفسك. يلا هات البارود يلا. خالد وبلال وبتنبهوا على كل الشباب يوقفوا قواس. طيب اذا الدرك قوس شو بنعمل معلم؟ ولا رصاصه بتطلع من عنا الا ما انا اقولكم. يلا طير. اقعد على المدى. ولا اي تصريحات، عملوا معروف، خلصنا، عملوا معروف، روقوا، ما في ولا تصريح. تم القبض على جبل شيخ الجبل. شو خطورة الوضع داخل الحي؟ في طرق، في صوت رصاص كتير قوي من جوا. بس اعطيه تعليمات، خلينا نخلص. اوعك ضرب واحد من عنا بتفتح جبهة. اكثر من هيك ننطر لهم يصفونا واحد واحد. حسام بعتذر سيدنا، بس بتهيألي هاي اخر فرصة لنا. هدول عم بيجرجرونا لحتى نفتح معركة معهم، ونحن لازم ننتبه. بس هن بلشوا كلها رصاص بالهواء، باقي عرس عندهم بيقوسوا أكتر من هيك. شايف؟ بلشت المسج توصل. أعطيه أوامرك ليقطعون الاتصالات عن كل الحي، ما بدي يتواصلوا مع أي حدا. حاضر. ايه مي، اهلين، كيفك؟ خير، شو في؟ كيف؟ ايه معك معي، لحظة، اي تليفون لي ايه؟ ايه، اوكي، يلا، بس مرة أخرى تنشط أحداث الهيبة ليعود مسلسل جبل شيخ الجبل من جديد. معنا الزميلة إليان ستوافينا بتفاصيل الحدث من هناك. مساء الخير عماد، تفيد الأخبار إلى أن مدعو جبل متواجد منذ بداية حصاره ببيروت داخل هذا الحي الشعبي الذي تعود أصوله إلى العائلة نفسها، وهناك معلومات أن العائلة بأكملها متواجدة في الداخل حاليا. مثل ما شايفين مشاهدينا، لقد بدأت رشقات الرصاص من داخل الحي الشعبي. هل تعتقدين أن هناك أي احتمال لبدء اشتباك ناري بين الجهتين؟ زميلة إليان، ربما فقدنا ربما الاتصال معك.
احترامي سيدنا. في أخبار جديدة؟ أبدا. لهلا ما حدا فات ولا حدا طلع. بكل الأحوال إذا صار شيء بتخبرني فورا. حاضر سيدنا. يعني لا شك أي منطقة ضمن الأراضي اللبنانية لا يمكن التعتيم عليها، بل هي جزء من جسم الدولة. خلينا أطرح السؤال بشكل تاني، هل من الممكن مثلا مع زعماء العشائر اللي بيمثلوا هذه المناطق حول طاولة الحوار؟ لا لا، لأن كافة المعتدين على المصالح العامة وعلى المواطنين وأمنهم إن الاتصال برقم أيضا المفروض لا يمكن الحوار معهم بأي شكل من الأشكال، لكن من الممكن تنفي مخالف المعتدين من هذه القرى والأحياء، كما في أي بلد نرى مطالب من بعض المناطق ولا حق تمارس كده. غازي هنا غازي كيف شايف غازي راح وما بقى يرجع ورحمة التراب مش هتمرق هيك راح اخد بطاره حتى لو بقي من عمري اياهم جربت اتصل فيه بس قاطعين كل الاتصالات وانا قلقانة عليه. هلا نحن بقصة خطيبك ولا بقصة الورطة اللي وقعتنا فيها هي؟ انا حروح شوف شو القصة. لا شو تروحي؟ خلص صارت جوا ما عاد فيكي تعملي شيء. خلينا نكسبها. شو يعني؟ بدك نفتح لهم الهوا؟ اكيد. هيدي سكوب. لك شحاش انتو؟ وين الرجال؟ وين العالم؟ ما في برا؟ يا معلم كل الشباب موزعين على المداخل والسطوحة. لكن كيف خليتوها تفوت؟ هاي أكيد بتسوسي ومش بعيد يكون معها عجز تنصت. خير يا جماعة؟ شو صاير؟ الصحافة والإعلام اللي حكيت عنهم أختك صاروا بنص الحي. شو جايين يعملوا؟ جايين يسترزقوا على كتافنا؟ روقوا يا جماعة، الكل بعدهم برا، ما في غير وحدة اللي فاتت، هي وزلمة معه كاميرا. ايوه مش حيلا وحدة، هيدي نور رحمة شكلها حاطتك براسها ومصرة تشوفك. بتروحوا بتشحطوها هلا، ما بدي طير.
ما فيني اوصل كهربا. فوت لجوا. لوين؟ هدوا هدوا إيه؟ هدوا هدوا عليه للشب، ساعدوه شوف شو بده. شو بكن يا جماعة؟ بحط المايك بس. اطلع هون. بعد إذنك معلم. على بي على بي. سفينة نبلش؟ وقت اللي بدك. وهيك رح يضلوا واقفين؟ أكيد لا. ريحوا يا زلم. شو لؤي؟ شو الأخبار عندك؟ لو سمحت قول شي أستاذ. أه؟ عفوا معلم. بدك تجربها لهي؟ بسم الله. اوكي. ايه لؤي، انا الارسال عندي تمام، بعد 5 ثواني هوا. ستاند باي. 5 4 3. طب جبل انت مبسوط؟ انا رامي على الله. شو يعني؟ يعني طول ما أهلي وناسي واللي حوالي بخير أنا بخير. ناسك وباقي الناس؟ شوفي، أنا عمري بحياتي ما ظلمت حدا. أنا انظلمت. اللي إله عندي شيء يشرف ياخده. والقتلة يلي برقبتك والمعارك اللي عم بتصير على الحدود والناس اللي عم بتموت، ما إلا أهل، ما إلا أولاد، ما إلا أمات، ولا هيك الموت بالنسبة لإلك مثل شربة المي؟ الموت حق، وهالناس هي اللي راح يتخطيطن برقبة المسؤولين عنه. لو كانوا ملاقيين شيء أحسن ما كانوا رموا حالهم هالرمية هي. الناس يلي صورن على سندية الانتخابات هدول اللي بينسالوا. شو قدموا لها العالم هي؟ نحنا شايلين الكفن على كتافنا طول عمرنا، ما بس أنا، كبار صغار، ختايرة نسوان، الكل. أنا يلي قاعد قدامك بجوز بعد تكة تلاقيني ميت، ما مشكلة، الموت حق. بس وربي، وربي الظلم بيوجع. وبعد كل هذا اللي سمعتيه بتجي وحدة راكزة وفهمانة وبتقعد بتقلي الناس اللي تحت القانون هن اللي عايشين بسلام، وأنا هو المجرم.
شو حلمك جبل؟ حلمي؟ تروقي تهدي شوي وتشوفيني بعين تانية. حلمك تعيش حياة طبيعية؟ حياة طبيعية؟ ما في حياة طبيعية. شو؟ وين؟ difficult. ما في حياة طبيعية، صعب كتير. انتي عايشة حياة طبيعية؟ يعني حدا مثلك لو كمل تعليمه وين كان ممكن يكون هلأ؟ كيف كان ربى ولاده؟ أو بالأول مين الإنسانة يلي رح تقدر تعيش معه؟ سمعت إنك تجوزت وانفصلت أكتر من مرة. اسمي نصيب. ليه؟ ما قدروا يعيشوا معك؟ ما تحملوا؟ جاوبتك. اسمي ويا نصيب. ما بتتمنى تلاقي إنسان تحبك عن جد؟ بعيدا عن سلطتك ومصرياتك ورجالك وعشيرتك؟ إنسانة تجي من برا تحبك لإلك لشخصك. أكيد في. بدك إلك مين؟ جبل بيوعى الصبح وبلاقي حاله بريء من كل التهم يلي موجهه ضده. شو أول شي بيعمله؟ أوف. كتير شغلات والله. بأخذ لأمي و بننزل على بيروت الصبح، بنلف البلد كلها بالنهار وبنمشي على كورنيش وسط العالم والخلق، وبعدين بنروح على مدينة الألعاب. مدينة الألعاب هي كانت على طول تحكي لي عنها. كان حلمها تاخذني عليها انا وصغير، وانا متمني اني انا احقق لها حلمها وانا كبير. لطفي خلاص واقف واقف. أمان يلا شباب يلا. ارتحتي هلا؟ فشيتي لقلبك؟ مش قبل ما أعرف. بعد كل الخرمشة اللي أنت خرمشتيها جبل، صار لي ساعة عم بسمعك، هلا أنت بدك تسمعني. قولي. هو سؤال واحد ما في غيره. أسبوع الماضي مثل اليوم بتذكر ولا شو اللي بدك اياه؟ خلصيني. لما كنت نايمة حطك وراسي على صدرك بهاللحظة تحديدا، كمان كانت كذب؟ كانت ضمن اللعبة تبعك؟ ضمن المخطط؟ أو جزء من التمويه اللي كنت مخبى وراه؟ شو هذا اللي عم تحكي؟ أنت شايفة حالك؟ أنت وين؟ شايفة حالك مع مين عم تحكي؟ شو فايدته الأخط والعطا؟ شو فايدته؟ بالنسبة لي له فايدة كتير أكتر ما بتخيل. حاجبة حاجبة، أحملي حالك وامشي.
انت مالك بتخيلي شو ممكن يصير؟ بجوز يقولوا خطفتك وصرتي رهينه عندي. انت خطفتني، خطفتني وضيعتني. في لحظات عشتهم معك مش ممكن انساهم بحياتي. كل ما بفكر فيهم بقول لا مش معقول، مستحيل يكونوا كذب. طلع فيي، انا هلا بدي اعرف اي لحظه تحديدا كذبت فيه علي. جبل انا ما جيت لهون لحتى قلك ليه عملت فيي هيك او عاطبك او لومك لانك كذبت علي. انا بتفهم يلي صار بالفتره اللي قطعت، كنت كل الوقت عم جرب حط حالي محلك، ولقيت انه عن جد انت ما خصك. انا يلي كنت عفوت لعندك اول مره وتاني مره وكل الوقت، ولاخر يوم انا يلي كنت عفوت على حياتك. طبيعي ما تقلي مين انت، طبيعي تجرب تهرب مني، وطبيعي تعمل كل يلي عملته. وهيك شفتي للعبة؟ شو بدك هلا؟ أنا مش عم بحكي عن هول التفاصيل، أنا عم بحكي عن شي تاني. أنت بتعرف شو قصدي؟ أنا ما بعرف شي ولا بدي أعرف شي. أنا بعرف شي واحد، أنت هون بالمطرح الغلط. بأي لحظة ممكن يصير شي لازم تمشي. قلت لك مش رح فل من هون قبل ما أعرف كل شي. لما كنت نايمة حدك وعيوني بعيونك، هيدي اللحظة كانت إلي، ولا بهي كمان كنت عم تكذب فيه علي؟ كنت عم كذب. أنت جبرتيني أعمل هيك. أنا كنت جاي يومين وراجع، طلعتيلي والباقي بتعرفي. كذب؟ إيه انت هلأ بتكذب، وهيدي أكبر كذبة بتكذبها بحياتك. فيك تفسر ليش تركت هون ورحت لعندي والسكين على رقبتك؟ ليش خطرت بحياتك لحتى توصل قدام باب بيتي وتتصل فيي وتقلي أنا عندك؟ هربت من كل العالم إلا مني. هيدا اللي خليني أرجع أجي نربش عليك. بكفي خلص. لا ما بكفي، ما بكفي ابدا. كل عمرك كنت تقلي انك مجبور، هلا مجبور تقلي كل شيء. حاسستي أنا كنت حاسه مثلك عالضبط ومن أول يوم. يعني قول يعني أنا بحبك. فهمي، أنا ما تفكري لحالك اللي متضايقة ومقهورة. أنا كمان كنت مقهور ومتضايق. أنت مالك حاسة فيني؟ بس ما كنت حاسة فيني. حطي حالك مطرحي، طلعت لي أحلى وأكمل مرة بالعالم. شو بدي أقول؟ شو ساوي؟ جربت أكذب. أنت كنت مرتاحة بتقدري تقولي وتحكي وتطلعي. أنا ما كان قدامي إلا أني أعمل حالي مالي فهمان، هي الحقيقة. وليش ما قلت؟ كيف بتقدر تعمل بحالك هيك وفيي؟ كيف؟ شو؟ بدي أقول؟ بدك يعني قول أي قلت؟
رجعهم للكاميرات وقول قدام كل الخلق والبشر اني انا بحبك يعني؟ هذا شو بيقدم وشو بيأخر؟ ليكي وين نحن؟ فتحي شوفي نحن وين؟ الله يخليكي ولا دمعة. أنا موت عندي ولا شوفك عم تبكي. الله يخليكي خلص اهدي. هذا ظرفنا وهذا اللي صاير. معلش بدي اياكي تهدي بس. ليك الله يفيدي. انا ما بعرف اذا بطلع عايش من هون. ما بعرف. ما بدي تكون اخر صوره عم شوفها انك عم تبكي. فهمي ياهي. ايه واهدي. قلت لك ياها. أنا بحبك. أنا هلأ صرت منيحة. بدي تنبهي لي على حالك. أنت كمان.